قربي راح تعرفي كل شيء. هيا ترى هو شكله كذا من بعيد، بس اذا قربتي وش زينه وش حلاته. تعال. ذبحتني عيونك القتالة، موافقة؟ ياوة وضبطت بربع تولة، ضبطت أمورة زواجها اليوم سريع سريع. والهو يباع العطر ذا علماً؟ اي والله يا أخي علماً. كلنا من فين تشتري البورفيوم الخطير هذا؟ كلنا بلاش حسد. تخبي على ود عمك سنعاً. أقول مهبول أنت، هذا العطر الوحيد اللي في العالم ما يملكه إلا أنا. جاهز يا روحي. جايب الفطور لين عندي. الزواج مشاركة. طيب وده الماسك ليه الحين على وجهك؟ الإرشادات بتقول ربع ساعة، بس وجهي يبغاله 24 ساعة، بس عشانك يا بيبي بشله. خير، وين الفطور؟ قصدك مساء الخير، باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي القهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما صب لنفسك. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ ايوه شكله محتاج رش رشتين ضبط الأمور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب كفتة. أتحداك الأرنب البطل. العطر اللي أعطيتني خلاص، وزوجتي طردتني من البيت. مهبول أنت، معطيك كمية تكفيك أسبوع، خلصت بيوم لا يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس، كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر أنا رومانسي، بس منسي. أم عاد منسي. أوكي أوكي خلاص دزها لبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح يا أرنب يلا يلا لا يصدونك. أمش يلا.